نائب رئيس المجلس الشعبي للبلد الدنيوين والمرصد الوطني للمجتمع المدني. نحن الحمد لله على رئيس الجمهورية على المجهودات هذه اللي يقوم بها. اليوم الحمد لله راك في برج باجي مختار، أعيان برج باجي مختار، وجهة برج باجي مختار، من الصغير من الكبير يشكر رئيس الجمهورية، وهذه رسالة تبلغها رئيس الجمهورية. رانا واقفين معاه ليل ونهار وحافظونا على هذا الراجل، هذا الراجل والي، هذا نتاعنا، هذا الوالي حافظونا عليه وزيدوه بالنسبة لنا حافظونا عليه. نحن ما كناش حتى نحضروا كمجتمع مدني، نحضروا في استقبالات تاع وزير. الحمد لله بمجهوداته اليوم اللي رانا واقفين فيهم ونصدقوا. مرحبا بكم أعيان البلاد، رئيس بلدية سابق أعيان. أعيان الله يبارك فيك، شرف لك والخبير.